هل هو حظ أم إبداع؟ هل هو حظ أم إبداع؟ هذه بعض حيل لعبة البينج بونج التي سوف تجعلك تندهش. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. لكل لعبة رياضية حيل وخدع خاصة بها تجعل الناس الذين لا يعرفونها يتعجبون ويقومون بهز رؤوسهم تعجبا بعد هذه الحيل. وكذلك في البينج بونج يوجد به بعض الحيل التي يندهش منها كثير من الناس. تريدون أن تعرفوا أكثر؟ شاهدوا معنا أعزائي المشاهدين هذا الفيديو حتى النهاية. هيا بنا نبدأ. هذه عدة حيل خاصة بالبينج بونج ستجعلكم تندهشون وتكونون في حيرة من أمركم. ولكن قبل البدء نريد أن نذكركم بعمل اشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته بين أصدقائكم. 7. مراوح تغير اتجاه الكرة. بالطبع تريدون أن تسألوا عن أغرب طريقة للعب البينج بونج، أليس كذلك؟ فلا يعتقد كثير من الناس أن هناك طرقاً عجيبة في هذه اللعبة، ولكن في الحقيقة يوجد ذلك، فهناك بعض الناس لديهم أفكار جنونية بالفعل، ومثال ذلك لاعب البينج بونج هذا. هذا الرجل الياباني وصل لدرجة من الاحتراف العالية في البينج بونج حتى أنه استخدم المراوح. ربما يبدو الأمر ليس به أي إبداع، ولكن لماذا يستخدم مراوح؟ يقوم باستخدام هذه المراوح لكي يتحدى نفسه أكثر، فهي تغير اتجاه الكرة، ويبدو أن الأمر صعب إذا تم اللعب بهذه الطريقة، ولكنها تجربة إبداعية وجميلة، ويوجد غير ذلك، فلقد قام باستخدام آلات غريبة لضرب الكرة. 6. اللعب بقفاز الملاكمة. السابق كان أمره غريباً، أما الذي معنا الآن فيوجد حيل رائعة تمت على منضدة التنس. فماذا يا ترى هذه الحيل؟ هذا اللاعب يلعب باستخدام قفاز الملاكمة ويتحكم في أكثر من كرة في آن واحدة. ربما يعتقد البعض أن الأمر سهل وأنه يحتاج فقط إلى القفاز والكرة ومنضدة البينج بونج وخصم له ويقومان باللعب، أليس كذلك؟ من يظن ذلك؟ ندعوه أن يقوم بهذه التجربة ويخبرنا عن رأيه. 5. إشعال وإطفاء النار. هذه الحيلة مختلفة تماماً عما سبق، أظنها لم تحدث من قبل، فهي ليست غريبة كرقم 7 ولكنها رائعة. هيا بنا نشاهد معاً. هذا الشاب يقوم بإشعال ثقاب الكبريت باستخدام كرة البينج بونج، والأخرى يقوم غيره بعمل حيلة في اللعب لإطفاء النار. رائع جداً، أليس كذلك؟ 4. الفواكه. من يريد أن يلعب البينج بونج ولكنه ليس لديه المضرب الخاص بها؟ الأمر سهل وبسيط، بالتأكيد لديكم فواكه في البيت، أليس كذلك؟ يمكنكم استخدامها كمضرب مثل ما فعل هؤلاء. فيقومون باستخدام التفاح والكمثرى وكذلك الموز والأناناس في ضرب الكرة. ربما يكون هذا الأمر يبدو وكأنه غير محبب لعدم الحفاظ على نعمة الأكل، وإنها ليست مخلوقة لهذا، ولكنه في ذات الأمر نفسه يعد إبداعا. 3. لعب البينج بونج وحيدا. لمن يريد أن يلعب البينج بونج ولكنه لا يجد صديقا ليلعب معه، الآن يوجد طريقة للعب بمفردك. فإذا كنت لا تجد صديقا فيمكنك فعل هذا بمفردك كما يفعل هذا اللاعب، ولكن من الأفضل أن يكون لديك صديق بدلا من اللعب وحيدا، ويمكنك أن تدعوني إذا لم تجد أحدا. 2. باستخدام الرأس. أما عن هذه فهي أكثر إثارة، فهذه المرة سنرى اللعب باستخدام الرأس فقط. فهل فعلا يمكن ذلك؟ قام أحد اللاعبين باستخدام رأسه بدلا من المضرب، ولكن هل تظنون أنه سيستمر كثيرا أم لا؟ أظن أن رقبته ستؤلمه كثيرا. 1. النينشاكو. هل تتذكرون النينشاكو الذي كان يستخدمه بروسلي؟ فيوجد فيديو ولكنه ليس حقيقيا ظهر فيه بروسلي وهو يلعب التنس مستخدما النينشاكو. النينشاكو هو آلة دفاع عن النفس يابانية. هذا الشخص حاول تقليد بروسلي ولكنه فشل عدة مرات وهو يجرب ذلك، ونجح في بعضها، ولكن يمكن بعد التمرين لفترة يصبح مثل بروسلي. على كل، نكتفي بهذا القدر اليوم يا شباب، نراكم في فيديو آخر. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.